Look at that, look at that. Say salam. Put on a lipstick. She's already 6 years of age. Put on. Shata, you put on. Let me see. Put on for you. Put on. Nice. Now you must close it. Who? Titi? Thank you. Abdurrahman? Abdurrahman? Is there no other tables? Yeah, I'm going to take it now, but they got to from the other side. How many years now later? Did you see Munir? He loved me. Why in the past? Because he was here, he saw me. He loved me this morning. Even when Nir and I speak, you always ask, how's Akka? Yo, Larry, is that your money there? Whose money is that? I must still register now. But now, I need. We'll be going now. We hope to see you soon. Hey, you must ask about the big ones. Tuma. Is she? Yeah. What? She's real. Once upon a time, far away and long ago, there lived a little lady named Hatta. The end.
Amen. Amen. Subhanahu wa ta'ala to make this to serve as a reminder for us that we are also going to walk this path and not a Muslim. If this is not an eye opener, it doesn't matter what age you are, have a look around you, take a look around the Qubur, and you will see it doesn't matter what age you are. There's people that is 100, there's people that is 2 days old. There's people that is 16, there's people that is 65. It doesn't matter what your age is, Jamaat Muslimin. Death can come to us at any time, and we want death to come to us when we are at the highest peak of our iman. Amen. So inshallah, we shall Allah subhanahu wa ta'ala once again to make it easy to amen, amen. Amen. And again, this is just a reminder for us. It is not directly that it's not we're not speaking to the deceased right now. It is a reminder for us. Amen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وطهر العباد بالموت والفناء ليبلوكم أيكم أحسن عملا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يا أمة الله يرحمك الله فلا تنسي العهد الذي فارقتنا عليهم في الدار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن نزول القبر حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الصراط الحق وأن الميزان حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور واعلم يا أمة الله إنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلتا وبالصلوات فريضة وبالمسلمين والمؤمنان إخوانا تمسكي يا أمة الله بهذه الحجة واعلم أنك مقيمة في هذا البرزخ إلى يوم يبعثون ثبتك الله بقول الثابت ثبتك الله بقول الثابت ثبتك الله بقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم يا آنس كل وحيد ويا حاضرا ليس بغيب آنس وحدتنا ووحدتها وارحم غربتنا وغربتها ولقنها حجتها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها وللمسلمين أجمعين اللهم اغفر لها وارحمها وسكنها في الجنة اللهم اغفر لها وارحمها وسكنها في الجنة اللهم اغفر لها وارحمها وسكنها في الجنة وتجاوز عن سيئاتها واكشرها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم آمين 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 الخير والعافية إنك على كل شيء قدير أنا إنه
سيخون عليهم ولو يزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بفضلك دعوة وفيا سبحانك اللهم واعتفيتهم في السلام ولا الحمد لله رب العالمين.